صباح الخير، صباح النصر. احنا ملوك الطايره في مصر، زي ما احنا ملوك اليد، زي ما احنا ملوك كل حاجه حلوه في الرياضه المصريه. النهارده كوماندوز ورجاله الكره الطايره بيسطروا تاريخ وبيكتبوا لنفسهم مجد في وسط كل الظروف الصعبه دي. قلت لكم والله العظيم نادي الزمالك ده عمره ما ينتهي، لان ابطاله قوته من ذاته ومن ادارته ومن رئيسه ومن الاخلاص اللي عند اي حد بيرتدي تيشيرت الابيض ابو خطين حمر. نادي الزمالك النهارده بتفوز على الغريم التقليدي 3-2 بنتيجه الاشواط، وبتجمع بين الثنائيه في الكره الطايره، بين اليد، بين الدوري، وبين الكاس. تكرار بيتكرر وانجاز بيتكرر واعجاز بيتعمل والله العظيم في كل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، وكل الحروب اللي قايمه على نادي الزمالك دي الا ان شمعه، وبيجي لك رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا مع النادي ده، واقف معاه ومع مجلس ادارته ومع جماهيره ومع لعيبه الطايره. الرجاله تفضل تقول من هنا للصبح رجاله بمعنى الكلمه، مخلصين بمعنى الكلمه لنادي الزمالك. ما تدخروش اي ذره عرق ولا اي ذره جهد عشان يفرحوا الملايين، عشان يحققوا الوعد اللي ادوه لرئيس ناديهم مستشار مرتضى منصور لما اجتمع معاهم وقال لهم هتكسبوا زي ما كسبتوا الدوري ان شاء الله قادرين. وراح اجتمع معاهم، كان قبلها بدل الاشاعه 10 20 30 اشاعه طالعه على نادي الزمالك، والراجل نزل من بيته في وقت متاخر بعد ما كان فرقه الطايره عملت تدريبها وخلاص تدريبها، اجتمع معاهم وحفزهم ووعدهم بكل حاجه حلوه ليهم، لانهم يستاهلوا، يستحقوا بصراحه، يستحقوا ان هم يكونوا النهارده على منصه التتويج، يستحقوا الفرحه اللي هنعرضها لحضراتكم بعد قليل. معانا فيديوهات من داخل صالة اتحاد الشرطة، بشكر كل زمايلنا اللي بيبعتولي من هناك، لان للأسف احنا الكاميرا مش متواجدة، لان مش مسموح ان هي تكون متواجدة او تنقل عشان الحقوق الحصرية، لكن ان شاء الله على قد ما نقدر هننقل لحضراتكم الفرحة بالصوت والصورة، وهنقول لكم فرحة احمد مرتضى منصور. لازم النهاردة نقول له الف شكر على مجهودك وعلى تعبك، وربنا بيكافئك رغم كل اللي انت بتتعرض ليه، لكن النهاردة ربنا بيكافئه. واتمنى اللي كان بينتقد، اللي كان مش عاجبه الوضع، النهاردة يقول مبروك لحد اشتغل وتعب وفضل مع الفرقه دي وفضل معاهم وقدر ان هو يقودهم الى منصات التتويج. حديثي عن احمد مرتضى منصور، المشرف العام على الكره وعلى كل النشاط الرياضي. يعني بصراحه مجلس الاداره مش باخر على فرقه الطايره بحاجه، وهم النهارده بيكافئونا وبيكافئوا نفسهم، وبيقدروا النهارده في وسط الظلام الدامس ده اللي بيحيط بينا ان هم يفرحونا، يخلونا النهارده نفتخر ان احنا عندنا فريق اسمه رجالة وكوماندوز كرة الطايرة في مصر، اللي هم ملوك الكرة الطايرة. فريق المنافس بالملايين، بالإمكانيات، بالإعلام المهول، بكل الدعم، بكل اللي عملوه، باللي المدرب بتاعهم عمله في الماتش الأولاني. أمور أشبه ما تكون إن هي أي حاجة إلا كرة إلا إنها رياضة أو كرة طايرة. المدرب بينزل بيفرض رأيه، بيقف في أرض الملعب عشان يلغي نقطة الزمالك خدها، وبينجح وعادي جدا ومشوها له ويعملوا اللي هو عايزه. يعني في أي حتة في العالم ده بيحصل؟ لكن ربنا من وراء كل ده أمكر وخطط وكيد لنادي الزمالك، لكن ربنا له رأي تاني وله تدخل سريع جدا، وجه الرد قوي وجه الرد منصف لنادي الزمالك، واللعيبة رجالة، لعيبة أبطال بحق وحقيقي. دي صور الأبطال ودي فرحة الأبطال. أنا عايز الفيديوهات، يعني بعد إذنكم سريعا جدا على قد ما نقدر إن احنا نجهز الفيديوهات عشان ننقلها للناس، لأني لازم كل حد دلوقتي بيتفرج علينا مش شرط إن هو يسمعني ومش شرط إن أنا أتكلم، لا، نشوف فرحة لاعبتنا، نشوف الإنجاز، ونشوف الاحتفال، نشوف احتفال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة الطايرة وعلى كل الألعاب الجماعية داخل نادي الزمالك، لأنهم يستحقوا إن احنا ننقل للملايين فرحتهم. لعيبة رجالة وبيأدوا بروح عالية جدا جدا جدا. بشكر كل لاعب وبشكر كل فرد في المنظومة في الكرة الطايرة في نادي الزمالك، لأن دول أثبتوا إن نادي الزمالك عمره ما هينتهي. عمر المخطط اللي بيحاك ضد نادي الزمالك وضد رئيسه عمره ما هينجح. البطل البطل والله العظيم يا ابني تعمل لك تمثال. راجل بمعنى الكلمة وقائد بمعنى الكلمة. كلكم والله العظيم بلا استثناء، ومش هقول اسماء الا اذا كنتوا هتجيبوا لي كل اسماء المنظومه اللي في كره الطايره كلهم، عشان نشكر كل واحد باسمه
واحنا النهارده خلاص، النهارده احنا نغير كل السكريبت بتاعنا النهارده ونغير كل فقراتنا عشان نحتفل بالابطال دول وبالنجوم دول وبالرجاله دي. رجاله والله العظيم بجد بجد، لاني السكاكين كانت جاهزه والمتربصين كانوا قاعدين منتظرين اي اخفاق عشان ندبح وعشان ننتقد وعشان نقول شيل وعشان نقول اعزل وعشان نقول حل وعشان ننتقم من نادي الزمالك ونضمن نادي الزمالك. ده المنافس اللي قدامك، ده المنافس. حقق العدالة وحقق العدل وحقق الشفافية وحقق مبدأ تكافؤ الفرص. الصورة دي هتتكرر كتير قوي زي ما اتكررت قبل كده كتير قوي، لكن للأسف في ناس بتتساعد وفي ناس بيتم احتوائها وفي ناس بيتداس عليها، لكن أبدا أبدا نادي الزمالك عمره ما هينتهي. وأنا يمكن في المقدمة بتاعتي أقسمت بالله العظيم إن نادي الزمالك هيقف وهيرجع. عملنا تقرير وعرضناه ان 41 بطولة قبل التقرير، واحنا بنعرض التقرير كانوا 40 بطولة، بعد التقرير ما اتعرض 41 بطولة بفضل الله. مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيهنئ رجال طائرة الزمالك بالتتويج بكأس مصر. هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفريق الاول لكرة الطائرة بالنادي بعد تتويجه بلقب كأس مصر للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز على الاهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 3-2 بنتيجة الأشواط. أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كل أفراد الفريق من لاعبين وجهاز فني وطبي وإداري كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، واستطاعوا التتويج بلقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي. لأول مرة يعني مننا بقى بنحتفل بالأبطال وبكوماندوز الكرة الطايرة اللي رفعوا راسنا ورفعوا راسهم ورفعوا راس كل زملكاوي وردوا على كل المشككين وردوا على كل المتربصين وردوا على اعدائش على يعني عايز اقول لفظ حلو بس عشان ما تاخدش عليا، مثلث وكتله الشر المتربصه دائما بنادي الزمالك. لا، النهارده نادي الزمالك بيرد ولاعيبه الكره الطايره بترد. لاول مره في تاريخ نادي الزمالك في الكره الطايره يحقق الفريق لقب كاس مصر 3 مرات متتاليه. لاول مره في تاريخ الزمالك للكره الطايره بتحقق الثنائية الدوري والكاس موسمين على التوالي، علما بأن أحمد مرتضى منصور المشرف العام على الفريق ده وعلى كل الألعاب طبعا، بس عشان أحمد يعني اتعرض للي محدش يتعرض له بصراحة، لكن هو بيشتغل عشان نادي الزمالك فربنا بيكافئه. فالأول مرة نادي الزمالك بيحقق لقب كأس مصر 3 مرات متتالية، والأول مرة بيجمع بين الثنائية الدوري والكاس موسمين على التوالي، والأول مرة في تاريخ النادي الأهلي بيخسر من الزمالك في الكرة الطائرة الثنائية موسمين على التوالي. يعني أول مرة الأهلي بيخسر الأربع ألقاب 2 دوري و2 كاس على التوالي مع بعض. أول مرة في تاريخ الأهلي بيخسر من نادي الزمالك في الكرة الطائرة 5 بطولات على التوالي. حطوا الأرقام دي وحطوا تحت الأرقام دي 100,000 شرطة و100,000 خط و100,000 علامة عشان تعرفوا الرياضة هي دي الرياضة وهو ده الصح وهو ده ناديك وهو ده نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي بيخسر من الزمالك في الكرة الطايرة 5 بطولات على التوالي. كأس 2021، دوري وكأس 22، ودوري وكأس 23. والله العظيم أبطال الطايرة بيصنعوا المعجزات وبيعملوا أرقام تاريخية وإنجاز وإعجاز لنادي الزمالك ولنفسهم ولجماهيرهم والمجلس إدارتهم والرئيس ناديهم والمشرف العام أحمد مرتضى اللي كل شوية هشكره عشان اللي اتعرض له ما كانش شوية، والكرة الطايرة بالذات صفحات معينة ماسكة الفريق ده وماسكة كل المسؤولين فيه. والله يعني عشان كده بقول لحضراتكم أنا مش هقول أسماء إلا إذا زي ما المستشار مرتضى دلوقتي شكر الجهاز الطبي بالجهاز الإداري باللعيبة بالجهاز الفني بالمشرف بالنشاط الرياضي، جمعوا لي كل الأسماء وهشكر كل واحد باسمه، لأن ما ينفعش أبدا إن أنا أشكر مثلا رضا هيكل أو أشكر لعبة أو أشكر أي لاعب وأنسى حد تاني. ما اقدرش ان انا اشكر المدير الفني وانسى المساعدين بتوعه، ما اقدرش اشكر الدكتور وانسى المساعدين بتوعه، ما اقدرش اشكر المدير الاداري وانسى الاداريين اللي معاه، لازم نشكر الكل وهنجهزها ان شاء الله ونشكرهم كلهم كل واحد باسمه. هو ده نادي الزمالك. والارقام اللي انا بقولها لحضراتكم ما بتكذبش. 5 بطولات نادي الزمالك بياخدهم من النادي الاهلي في سنتين. في سنتين 5 ألقاب. ده الطبيعي. رقم 5 ده مشكلة والله العظيم، عامل لهم عقدة.
رقم خمسة ده والله بجد مشكلة عقدة. بس أنا لما أجيب الإحصائية بتاعة الخمس بطولات دي، أول مرة الأهلي بيخسر خمس بطولات عشان رقم خمسة عاجبني. بس ده أول مرة في تاريخ الأهلي بيخسر من الزمالك في الكرة الطايرة خمس بطولات على التوالي. المشكلة هنا إن هم على التوالي، يعني تك تك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، زي خماسية صن داونز كده. كأس 2021، دوري وكأس 22، دوري وكأس 23، خمسة في عين العدو، خمسة وخميسة. هما بيخافوا من رقم خمسة ده، عامل لهم مشكلة. فخمسة وخميسة في عين العدو، دي الخمس ألقاب جابهم نادي الزمالك من المنافس والغريم التقليدي بتاعه في موسمين، 21 ل 23، سنتين. سنتين. قول لي أنت بقى الجاب بتاع ال 42 ولا ال 45 ولا ال 43 ولا ال 41 عند ال 14. قول لي ده بيجي منين؟ قول لي الجاب الكبير ده بيجي منين؟ عشان أصدقك. عشان حتى أقتنع أو تقنع الناس، مفيش كده في أي حتة في العالم غير هنا بس.